السلام عليكم أخواني متابعي قناة شروحات بالعربي، معكم أخوكم زكريا من سوريا. مثل ما وعدتكم إن شاء الله رب العالمين رح نعمل دورة على الغسالة بوش. تفضل يا أستاذ حمزة. هاي البوش رح نفكه 4 زراير لها 800 على 600. هاي رح نفكه، رح أوقف الفيديو حاليا وقوم بتفكيك قفل الباب، المضخة، صبابات السحب، ميزان سحب الماء، السخان، حساس التسخين، يعني كل شيء موجود مع الموتور ما عدا الحوض. ما عدا الحوض هذا الوحيد ما بنحسن نحطه على الطاولة، ومباشر إن شاء الله رب العالمين بالدورة. نعم أخواني، هلا الآن فككنا قطع الغسالة، تم تغيير فقط الكرت. الكرت القديم كان فيه 600 800، هون صار عبارة عن دورة 1000 دورة، يعني مشان من أجل ما نفكهم الغسالة. خوني هاي الكرت، هذا ميزان الماء، نحن تعلمنا طريقة فحصه بالمخطط لنعرف العلاقة بينه وبين الكرت. هذا قفل الباب، هذا حساس التسخين، هاي صمامات سحب الماء مثل ما نكون شايفينهم. عوضنا السخان، هذا السخان، ولكن تعرفون انتو على الطاولة، عوضنا السخان باللمبة، تم تعويض السخان باللمبة، وتم تعويض مضخ صرف الماء باللمبة الثانية، وهي جاكته. يعني صارت الغسالة كاملة أمامنا من عدا الحوض والهيكل الحديد، يعني الصاج. هي هي كل الغسالة، شايفينها، هي هي كل الغسالة أمامك صارت. إذا حطينا لك، حطينا السخان هون، بعدين بنعوض لحنا. إذا حطينا السخان هون والمضخة هون، طريقة الفك والتركيب كلكم تعرفوها، 4 براغي للمضخة، في منهم 3 براغي. كذلك الأمر صباب سحب الماء له سكة بنحط فيها، يعني كلها أمور بسيطة معروفة للجميع. موتور معروف، برغيين من الأمام، برغيين من الخلف، يعني أمور الفك والتركيب ماني راح أتطرق لها نهائيا، كلكم بتعرفوها. نحن بدنا بالمفيد، أهم شيء أخواني بالغسالة أنت تعرف آلية عمل الغسالة. هاي القطعة إيمتى بدها تشتغل وهي القطعة إيمتى بدها تشتغل، يعني الكهرباء، هي دخل الكهرباء على السلكتور، دخل الكهرباء على السلكتور هون. أول أمر إيش بده يشتغل، هي البداية. إذا أنت عرفت، إذا ما عرفت كل غسالة مبدأ عملها، ما نكره تعرف الصلحة. انسى الكرت، انسى انت زحيبة بتتعلم تصليح الكرت او ما تصليحه، انت بدك تصلح غسالة عادية. اذا ما عرفت آلية عمل الغسالة هي ما ممكن تصلحها انت. ممكن تروح على غسالة عادية تنجح معك مرة مرتين، بتروح على غسالة ثالثة ما بتنجح معك، ما بتعرف وين العطل، لان انت ما بتعرف مبدأه. هل يا ترى مبدأه كلهم بقفلوا الباب مباشرة جميع الغسالات؟ طيب هل مبدأ بتشتغل المضخة اول؟ الا بيشتغل الموتور اول؟ الا بيشتغل سحب الماء اول؟ هون في خلاف، خلينا نوقف عند هالنقطة اخواني. انا الفيديو ممكن يكون طويل، اللي بيحب الفيديوهات تكون سريعة يطلع من الفيديو. هاي فيديو تعليمي للمبتدئين، للي ما بيعرف عن الغسالة شيء، اما الفني اللي كل هالامور هي بيعرفها هو مو بيحاشتي فيها الموضوع. انا هذا كله للمبتدئين، يعني اذا كان بسأل بعض الغسالات مثلا بشغل المضخة، طيب المضخة عاطلة، مضخة صرف الماء عاطلة، بيجي العميل بقول لك او الزبون بيقول يا اخي الغسالة عم شغلها، بعطيه البرنامج ما بتشتغل. انت بتحتار، عم تقفل الباب، وين العطل؟ ما عم بسحب مي. لك طول بالك، هي الا قبل الشيء بيشتغل هذا المضخة، بداية الامر بتشتغل المضخة صرف الماء، بعده اللي يشتغل السحب، محتمل يشتغل المضخة والموتور مع بعض، بعده لا يعمل عملية السحب. فأهم شيء تعرف الآلية، بما انه احنا عم نعمل الفيديو التعليمي، هاي الدورة التعليمية عن كارتة البوش،
أهم شيء نعرف آلية عمل هاي الغسالة. هاي رايحين نقول بيني واضحة عندكم، لأن أنا الحمزة راح وأنا راح أصور بنفسي. إخواني اللي إحنا بنحط على حي لبرنامج لا على التعيين، خلينا نشغل الكهرباء. بنحط برنامج لا على التعيين، راح يتم تشغيل. بين عليك، أعطتك أمر التشغيل هون، بننتظر لا يقفل الباب. نحن هون بدنا نقفل الباب في إيدنا يدويا، يعني منا رايحين نقفله عن طريق يعني قفل الباب يدوي عن طريق المفتاح. وهيك نحن قفلناه، بدأت الآن صباب الماء. شوف في غسالة البوش هاي هالماركة اشتغل صباب سحب الماء، سمعانينه كلياتكم. الآن هي راح تسحب مي، بالنسبة للأخوة المبتدئين هي راح تسحب مي. سمعيني صوت الطنين، هدول راح يشيلون اللي قلنا عوضنا فيهم لمبة المضخة وسخان الماء. الآن عم تستنى تمتلي الماء، كلكم بتعرفوه، ولكن من المهم من البداية إلى الاحتراف. هاي البداية، خلينا نرفع حيط. الآن هي عم تستنى أمر هيك، يضغط الماء بضغط الهواء لا يصل يعمل من هون التك. طبعا نحن رح نعمل التك. هاي دار الموتور، منتبهين على الموتور. خليني افتل في الكاميرا. هاي الموتور وهي تكة الريلي، خليها هيك. بدأ الدوران، ما عندي شيء ألزقه فيه ومو مهم، ولكن يعني مشان واجبكم، يعني مشان الحرفة. أنا بشوف الأخوة بضلوا بلزقوها. إثبات إثبات إلعادة. فهلا هي راح تضل تدور يمين ويسار ويمين ويسار حتى هون. بدك تفهم الترتيب، بدك تدخل معي بالدورة هاي، بدك تفهم من البداية إلى الاحتراف. أنت بدك تحترف، ولكن هذا أول السلم. ما رايح أجيب لك تايمر مثل هذا التايمر، خلوني أجيب هذا التايمر. هدول التايمرات، هذا التايمر القديم، هذا طلع الأحدث منه. هدول انقرضوا خلاص، صاروا يعني أصبحوا كأجهزة الموبايل النوكيا القديمة. والعلم بمشي لقدام ما برجع لورا، فنحن ما بدنا نوجع راسنا ونشرح كل جكي وين رايحة، ونعملنا فيديوهات عليهم طويلة. ما بعرف إذا كان في بعض الدول عم بيستخدمون هون، يعني انقرضوا، عبارة اني عم بتروح القناة، عم بتروح هدول اللي عم بتشركوا ما عم بصنعوا منهم، وقفت المعامل تصنيع منهم. فاخواني انا راح اوقف الفيديو لحظة حتى يبدأ السخان بالعمل. لازم نعرف نحن كل الامور على اخواني، مشان ما يطول الفيديو علينا راح اتركه شغال، راح اضطر اقصص منه حتى يبين علينا طريقة عمله كاملة. اخواني في احد الاخوة سأل سؤال اني عنده فكرة جنونية بدي احولها ليدوي، ولكن انا في احدى المرات كان في الاخوة بفلسطين كان عم بيسأل، الوضع كان عندهم كتير سيء القطع، يعني صيانة ما كانت موفرة مثل العادي. فكان يسأل اني بدي احول الغسالة اوتوماتيك الى غسالة يدوية او نصف آلية. اخوي اي واحد بفكر في هيك فكرة، هاي الزرارات راح تحولها لهي، شايفين هالطاقة؟ اذا حدا عم تابعنا من فلسطين
منطقة وضعه تعبان، بتجيب الحامي اللي احنا بنقول له الحامي يعني الزائد، بتدخله هون. كم طاقة بدك؟ بلزمك وحدة للصمام الأول، ما بلزمك صمامين، بلزمك صمام واحد، هذا ما بلزمك، بلزمك السخان، بلزمك المضخة والموتور، يعني صار يلزموك 3 طاقات. راح تجيبهم تبعجلهم هون وتثبتهم وتدخل عليهم الزائد، وعلى القطعة الرئيسية هون تدخل الناقص مباشر. فإذا كان يعني وضع تعبان وبتلزمك مثل ما قلنا هاي القطعة، بإمكانك تدخيلها بمكان هاي، بصير بتحرك سرعة الموتور من هالناحية، صارت عادية، يعني حولت أنت لغسالة عادية، ما في عليها المشكلة وما بلزمك كل هالأمور. بالنسبة للسخان، هذا السخان هذا حساس التسخين، بدك تلغيه، لأني بدك تعود تعتمد المدام يعني، أو المرأة هي بدها تعتمد على درجة حرارة الماء، مو تعملها غليان. هي السخان هذا راح يغليها. هو جواب مو بس للأخ، حتى للأخوة بفلسطين، مناطق اللي في عليهم ضغط وعنده بده يحول غسالته، خلاص كرت احترق بلا ما تكبه. هي الطريقة هي الوحيدة، بلزمك فقط مثل هيك. إذا حدا بده مخططة، مخططة كتير بسيط، هاد مشان سرعة الموتور فقط، يعني سرعة الموتور. ولكن الأفضل يعني أنا برأيي، إذا حدا حابب يعمل، بما إنه بدنا نعمل له مبدأ هندسي، يعني بدي عد حالي أنا المهندس لهالخطة، إجباري لازم تنزلها على ضغط الماء. إذا حدا بسألني لإيش، لأني إذا كان موجود في الحلة غسيل وموجود ماء، والمرأة بدون ما انتبهت يعني ما فرغت الماء وعملت هالعملية هي سرعة الموتور، فراح يصير خلل بالحلة، راح يصير تكسير، فإجباري بده يعمله عن طريق مثل ما قلنا. إذا ما متابع الفيديو يعرف الفيديو، هو بحالة النيتو فرغت الماء، لا يعطي أمر للصباب المي ياخذه للموتور، هذا مو بده يدخله 220، هذا تبع صباب الماء. إذا افترضنا أول واحد صباب الماء هو بيكون ياخذ البريد، هون أنت بتاخده لهذا الموتور. في حالة امتلئت مي راح يفصل عن السرعة، راح تفصل السرعة عنه، يعني أنت بدك تتحكم بالموتور. على كل حال هي بدها دراسة. هلا اجتني فكرة والله وأنا موجود هيك، بما إنه عم بنتظر هالتصوير، فحبيت أحكي هالكلمتين هدول. إذا حدا من الأخوة بحب نفيده بمناطق مثل غزة، ها اشتغل، بما انه شوف صدق الكلام، النية الصافية، اشتغل هون سخان الماء. خلونا بقى لنستفيد من هالفيديو هاي، كمبتدئ انت لازم تعرف بداية الامر بده يقفل قفل الباب. اذا ما قفل معك قفل الباب ما راح تشتغل غسالة. طيب لحني طبقناها، قفل الباب ولكن ما اشتغلت، معناته بنركض على صباب المي. صباب المي سحبت مي، صفت مشكلتنا باتجاه الموتور. اشتغل الموتور ولكن الوجبة ظلت تزيد وتعيد وتزيد وتعيد وتزيد، مثلا هي ساعة ونص او ساعتين، صارت 4 ساعات. معناته بدك تتأكد من سخان المي. المي اذا ما الكرت ما تحسن سخونة الماء عبر هاد، عرفت، ما راح يكمل الوجبة، يعني راح تضل تعيد تضل تعيد. في منهم هون رقميات، موجودات رقميات، فبتشوفها بتضل بتعيد. مشكلتك بتكون بالسخان، تأكد من سخونة الماء. هي بالنسبة لهالموضوع. وهلا رايحين نحاول، رايحين نطفي السخان، مستشعر الماء، فحص مستشعر الماء. هي مستشعر الماء كلكم شايفينه، كوني راح سلط عليه هذا هواء ساخن، بتعرفوا هذا، هلا نسلط عليه هواء ساخن، هون راح يستشعر درجة الحرارة، راح تطفي. مباشر راح يطفي سخان الماء. بحالة اجاك كمان زبون، هو هي اذا ما فهمت انت الترتيبة هون، فمانك راح تفهم بالتصليح شيء، لاني ممكن واحد يقول لك يا اخي طيب انا المي عم تغلي،
الماء غليان، وين بيكون العذر؟ ما هو مبين بسخان بالحساس، ممكن ما بستشعر، يعني استشعاره ضعيف، ممكن يكون من الكارت، يعني وارد من هون وارد من هون. شايفينه طفت اللمبة اللي نحن عوضنا السخان فيها. هاي بالنسبة لطريقته. هلا نحن بدنا نحط على يعني انت بدك تكمل الوجبة، ولكن نحن مو ممكن نضل انا وانت بحدود الساعتين بالتصوير. فبعلا شايف اللمبة اشتغلت. طيب اللمبة اشتغلت او المضخة اشتغلت والموتور ما عم بيشتغل. في كتير عالم بتسأل يا اخي المضخة شغالة، انا كتير عالم بيسألوني، بعرف اني خبر مو خبرتهم، الفكرة العلمية ما موجودة عندهم، هني عبارة مصلحين لا اكثر ولا اقل. خليني اغطي ايدي مشان اللمبة، يعني هني عبارة عن تصليح، فنيين تعلموا المهنة من معلم بدون علمي. طيب بيقول لي يا اخي انا الغسالة عم بتصرف الماء بس ما عم بتدور. لك يا اخي ما بتدور ولا راح تدور، بدها تضل تاخذ معك يمين ويسار حسب الموديلات. يعني هلا شوف البوش الموتور واقف، اما بغير ماركات ممكن الموتور يضل ياخذ يمين ويسار يدخل، بس ما يدخل مرحلة العصر. انت تجي على المضخة، المضخة صرفت ماء. لا يا عم المضخة ما صرفت ماء، روح غير المضخة اللي عندك. فهمت علي؟ هلا نحن بدنا نفرغ الهواء منه ليدور الموتور. سمعتوا التكي؟ هيك بيعود بيدور الموتور. بهالعملية بدون هالعملية ما راح يدور الموتور. فخليني انا اطفيها، الفكرة وصلت مشان الإنارة. إخواني نحن الآن الفكرة وصلت، بالفيديو القادم إن شاء الله رب العالمين راح ندخل مثل ما قال أحد الأصدقاء من الفيشة للكارت، إيش بده يشتغل؟ اللي بعده قفل الباب، من قفل الباب للكارت مع مخطط الكارت. ولكن بين هالأمور هاي راح أنا أشرح عن القطع، لاني نحن كلياتنا اتفقنا ان هي بتكون من البداية للاحتراف. راح اشرح طريقة الفحص، الريلي، المقاومة، قراءة المقاومة، المقاومات السطحية، المجموعة. هدول راح يكون دروس خاصة بسيطة لهم، اللي بحب يتابعها يتابعها. يعني كل قطعة وقطعتها، الديود، الزينار، شلون بدنا نفحصه، ايش المشاكل. ولكن القطع فقط في اللوحات الالكترونية اللي بتخصنا، مو بتخص غيرنا، يعني اللي بتخصنا. بتسألني كيف بتخصنا؟ يعني هي كرت غسالة، كرت براد، كرت ميكروويف، احنا بالنسبة لنا هدول بيخصونا. هلا هون مقاومة متغيرة اللي احنا ما عندنا، فما لنا رايحين نشرح عليها حاليا. نحن مقاومة متغيرة ما عنا، ما راح نشر عليها. في كتير بعض القطع الإلكترونية ما بتلزمنا، نحن ما موجودة عنا، مثل اللد المستقبل والمرسل، نحن اتنين ما موجودات عنا. فما بدنا ندخل بمواضيع إلكترونية كتيرة تشوش عقل المبتدئ. لا نحن بهمنا في عنا هذا الترياك شلون بدنا نفحصه، عنا هدول الديودات شلون بدنا نفحصهم، هي مجموعة الباور شلون بدنا نفحصها، او طريقة فحصها. خلينا بلا شلون شلون، هي شامية طريقة فحصها، المعالج فحصه والتأكد منه، مجمع ترانزستورات فحصه والتأكد منه، ريلي، مكثفات، ملف. وهيك بنكون نحن بدأنا نشتغل بالصحيح. اخواني اذا عجبكم الفيديو أرجو الإعجاب، وأنا عن طريق الإعجابات والتعليقات تبين علي هل يا ترى في فعلا متابعين بدون هيك شيء إلا بيحبوا الدريفري. خلاص هذا عطلك كارت، روح غير القفل، عطلك القفل ما عم بقفل الباب، روح طلع على الترياك، نرجع له بفيديو تاني، روح طلع على المقاومة. بالأخير هذا مو علمي، هذا هو عم بنتظر مين يعلمه. ونستنى منكم الإعجاب والتعليق بالفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.